برحب بكم مشاهدينا في كل مكان، اهلا وسهلا بكم. يوم جديد وحلقه جديده وبرنامج لايف كلينيك. في برنامجنا دايما بيكون معانا مجموعه كبيره من الاطباء المتخصصين واللي بيجاوبوا على استفساراتنا وتساؤلاتنا. لو ليكم اي استفسارات او تساؤلات ممكن تتواصلوا معانا من اي تليفون محمول على 1480 او من اي تليفون ارضي على 0900 9380. في فقرتنا الثانيه النهارده هنتكلم فيها عن الغضب، ايه هو الغضب وايه هي انواعه وازاي نقدر نتحكم في الغضب ويبقى غضب صحي. ده هنعرفه من الاستاذ اللي هيكون مشرفنا في الاستوديو، استاذ سامح عزت، معالج نفسي بالسايكودراما. اما فقرتنا الاولى هنتكلم فيها عن ازاي نعتني ببشرتنا وايه هي مشاكل البشره خاصه في فصل الصيف. ده هنعرفه من الدكتور اللي مشرفنا في الاستوديو، الاستاذ الدكتور عمرو مبروك، استاذ جراحه التجميل بطب عين شمس. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك. شرفتنا دكتور. يعني احنا ابتدينا خلاص الصيف، والصيف شكله جاي حر جدا السنه دي. وحضرتك طيب، ايه هي اكتر المشاكل اللي بتتعرض لها للبشره في فصل الصيف؟ هو طبعا حاجة المشكله عندنا ان احنا بنحب اشعه الشمس وبنروح المصيف كتير، وحتى لما رمضان هيجي في الصيف فناس كتير او ممكن هتقضي رمضان في المصيف على اساس ان الجو هيبقى الطف شويه في المصايف، فبيتعرضوا لاشعه الشمس، وشايفين ان اشعه الشمس دي بتدي لون يسموه البرونزي، واللون ده هيخلي البشره احلى واكثر جاذبيه. حقيقة في معلومة سخيفة هقولها، البشرة مش هتبقى أكثر جاذبية ولكنها ستكون أكثر تدميرا، وسيكون نتيجة أشعة الشمس ضارة جدا. إيه هي أضرار أشعة الشمس على البشرة ده؟ هو حاجة أشعة الشمس يعني طول عمرها مضرة، ولكن زاد الضرر بتاعها بعد ثقب الأوزون. يعني الحقيقة الواقع أن في ثقب في الأوزون نتيجة لاستعمال الملوثات الجوية اللي أدت إلى طبقة السطحية من الغلاف الخارجي للجو، أدت إلى فقد في جزء منها، وطبقة الأوزون دي اللي هي الأكسجين 3 دي بتحمي الأرض من أشعة الشمس الضارة اللي هي فوق الألترا فايولت، اللي هي بتؤدي إلى سرطانات الجلد وتدمير الأنسجة. أشعة الشمس الحماية بتاعة الغلاف الجوي للأرض هو اللي بيحميها من أشعة الشمس. هذا الغلاف أصبح أكثر رقة، أقل سمكا، وذلك يؤدي إلى التعرض المضر ليها. كل ما أشعة الشمس وصلت زي ما بيقولوا باللغة العربية في كبد السماء، يعني كل ما اقتربنا من الساعة 12 أو 1 زي دلوقتي، يعني كل ما كانت الشمس أكثر تدميرا. معلومة الخاطئة العامة. يعني أكثر تدميرا يا دكتور اللي هي بتدمر أكثر. قصدي لا، الوقت اللي هو بيبقى فيه أكثر تدميرا اللي هي على البشرة، اللي هو من 12 لغاية الساعة كام؟ والله يا فندم هقول لك، ولا دايما من 9 الصبح لحد الساعة 5 لحد 6 المغرب. لحد المغرب أشعة الشمس خطيرة جدا. واحنا عندنا الافتراض ان اشعه الشمس منشطه حلوه جميله. طبعا بالنسبه للاطفال لازم لو يتعرضوا لاشعه الشمس علشان خاطر ما يجيلهمش كساح، علشان خاطر اشعه الشمس مهمه جدا علشان مكافحه لين العظام، ولكن مش الشمس بتاعت مصر الجميله. يعني احنا الشمس عندنا منتظمه جدا في عملها، وعشان كده لازم نستغلها في الطاقه الشمسيه وتوليد الكهرباء، لكن مش عايزين نستغلها في ان احنا ناخد اللون. بالعكس، احنا ممكن نستعمل كريمات حمايه الشمس بانتظام ونقعد تحت الشمسيه والشمس هتوصل لنا، ما تقلقوش. نقطة انتظام دي يا دكتور مهمة جدا، ازاي نستخدم كريمات حماية الشمس بانتظام وايه هي الطريقة الصحيحة لاستخدامها؟ هو كريم الشمس بيستعمل حضرتك كل ساعتين. يعني بعد ساعتين بيروح تأثيره، لو نزلنا البحر او نزلنا حمام السباحة هيختفي تماما، لانه ما فيش حاجة منه مقاومة للماء او ووتر بروف. حتى اللي مكتوب عليه ووتر بروف، حتى اللي مكتوب عليه المكتوب عليه ووتر بروف بيبقى ووتر بروف لمدة تلت ساعة. تلت ساعة بس. واحنا طبعا بنقعد بنتنقع في المية عادة، اكتر بكتير. طبعا اكتر بكتير. فالنقع اللي في المية دي بتؤدي الى ان اشعة الشمس بتخترق المية. خلاص هناخد اللون، بس المشكلة ان احنا هنتحرق. الناس بتقولك طب يعني لما اتحرق واخد اللون مش مشكلة؟ لا، هو بيؤدي ذلك الى ظهور علامات تجاعيد الوجه مبكرا، يعني شيخوخة مبكرة بتحدث في الوجه مع تأثير الشمس المتراكم على مدى السنين. يعني مثلا لو قلنا طفل ابتدى يتعرض على أشعة الشمس، أهله ياخدوه من هو عنده سنة، نبص على والدته اللي هي بتروح معاه بانتظام، لما الطفل ده هيصل إلى 20 وأمه هتبقى في الأربعينات، هنلاقي إن الأم بشرتها أصبحت أكثر تجاعيدا وسنها شكلها أكبر من سنها بكتير، نظرا لان هم زي ما بيسموهم اللي هم عبدة الشمس او اللي بيحبوا اشعه الشمس بانتظام اكتر ويقعدوا فيها. بص لا، حاجه حصل تدمير، اللون موجود لكن ابتدى يحصل بقع، ابتدى يحصل تجاعيد، ابتدى يحصل حرق، ابتدت الانسجه تبقى جافه، الجلد اكثر جفافا، وللاسف الشديد
احتمالات حدوث سرطانات الجلد بتزيد اكتر في الناس اللي بيتعرضوا لاشعه الشمس. وممكن يا دكتور اشعه الشمس ممكن تؤدي لوجود النمش في الجسم على البشره حتى على باقي اجزاء الجسم الاخرى. ناس كتير قوي تعتبر ان النمش ده جزء جمالي، انا بعتبره علامه من العلامات المبكره لتدمير الجلد. عشان كده لما يظهر النمش دي حاجه مش نفرح بيها، دي حاجه المفروض ان احنا نقول يا خبر، ده احنا معنى كده ان احنا تعرضنا لاشعه الشمس اكتر واكتر. وده اللي بيفكرني دايما بجمله مهمه جدا، احنا المصريين بشرتنا قمحيه، نخاف من الشمس ليه؟ حقيقه المصريين يعني اكثر اجناس الارض اختلاطا، وجود وادي النيل في وسط الصحراء جعل منطقه مصر منطقه جاذبه للهجرات من جميع انحاء العالم، سواء ذلك كان من الدول المحيطه او حتى من جنوب اوروبا. الناس ترد تيجي مصر علشان كان فيها خير كتير، وان شاء الله دايما يبقى فيها خير. لا ان شاء الله. فدايما منطقه جاذبه للهجره، والناس دي كانت بتختلط ببعض، ما كانش بيعيبهم يعني عمرها ما حصلت في مصر ان احنا وجدنا الناس عندهم نوع من العنصريه في اختيار شريك الحياه. مصر يعني بمعنى يا دكتور حتى لو الشخص لونه قمحي او لونه غامق شويه لازم يبقى فيه في عيلته حد جينات بيضاء، يعني حد حاجه تلاقي مثلا دايما يقول لك انا جدتي بيضة وانا اسمر مش عارف طلعت كده ليه. لا، العرق ده اساس اختلاط الاجناس بيخلي ان ممكن تبقى البشره سمراء، ويبتدي الانسان يتعامل ويلاقي ان البشره السمراء دي بقت بتدي حساسيه للشمس زي ما يكون بشره بيضة بالظبط. فالخلطه السحريه اللي بتشكل المصريين عقليا وجسديا ممكن تضر بيهم في بشرته. طيب دكتور، حضرتك قلت ان هي الواقي الشمس ده مهم جدا ان احنا نستخدمه كل ساعتين بالزبط. المفروض نستخدمه قبل ما ننزل بقد ايه عشان على طول يعني حاجه دوبك حاجه يعني ما بياخدش وقت على ان هو ما ساعتين بالعدد بيعد مش كده. مثلا بقول لهم مثلا لما حضرتك رايحه مشوار الصبح مثلا سي ان رايحه مول والمول ده متغطي، فحضرتك نازله مشوار الصبح فحضرتك هتحطي كريم على الحتت المكشوفه عاده، وبعدين هتوصلي المول هتقعدي 3-4 ساعات قبل ما تخرجي من المول لازم تحطي كريم الشمس تاني. للاسف انواع البشره مختلفه يا دكتور، يا ريت حضرتك تقول لنا ايه هي انواع البشره وكيفيه العنايه بانواع البشره المختلفه. انواع البشره عديده حضرتك، يعني في البشره الجافه والبشره الدهنيه والبشرات كده، لكن معظم البشرات بتتعرض للجفاف من الشمس. في عندنا مشكله كبيره جدا الناس خاصه السيدات والفتيات بيتجنبوها، اللي هي شرب الميه. تقول لك انا لما اشرب الميه وانا بروح الشغل يبقى هضطر استعمل دوره ميه مش نظيفه، فانا افضل اني ما اشربش ميه وانا خارجه البيت. طبعا للاسف الشديد مش ده الحل، لان ده بيؤثر على الكلى، بيؤثر على القلب، وبيؤثر طبعا بسرعه اكتر على البشره. البشره تبقى اكثر جفافا، والبشره ما تكون اكثر جفافا معرضه للانكسار والشقوق والانشقاقات اسرع، معرضه لظهور التجاعيد اسرع. فيبقى اذا لازم في فتره الصيف نشرب ميه كتير، لازم نبتعد عن اشعه الشمس. وبعدين ثالث مصيبه اللي هي كتير قوي من الفتيات دلوقتي بيعملوها اللي هو التدخين، سواء تدخين الشيشه او تدخين السجاير، دي مصيبه من مصايب الزمن حلت على مصر. الفتيات بيعتقدوا ان شرب السجاير او شرب الشيشه ممكن يبقى ستايل شياكه، لا ده هو اظهار للقبح بطريقه جامده جدا. الوش بشرته بتبوظ بسرعه جدا من الدخان، الدخان بيقلل مرونه الجلد، بيضعف من مقاومه الجلد لاشعه الشمس، بيحصل تجاعيد مبكره. التجاعيد بتستعمل العضلات التعبيريه بتاعت الوجه اللي احنا بنستعملها عشان نظهر تعبيرنا، بنستعملها في حاجه تانية عشان نشفط الدخان. فتبص لها حاجه تالت تجاعيد تظهر هنا في المنطقه دي، طبعا بالاضافه الى تصبغ الاسنان، الى اختلاف الصوت ودرجاته. وعشان كده دايما بعمل رهان ما بيني وما بين مرضى مريضاتي اللي بيدخلنا، بقول لهم حضرتك لو توقفي عن الدخان مده اسبوع وصوري نفسك قبل توقيف الدخان وصوري نفسك بعد اسبوع، اذا ما كانش الصوره احسن بنسبه 50% ارجعي دخاني تاني. ودايما بكسب الرهان. انا بس عايزه افكر مشاهدينا لو ليكم اي اسئله او استفسارات ممكن تتواصلوا معانا من اي تليفون محمول على 1480 او من اي تليفون ارضي على 0900 9380. طيب دكتور، من ضمن المشاكل حضرتك قلت ان هي اشعه الشمس فتره الصيف دي هي بتاثر طبعا بطريقه بتسبب مشاكل كتيره جدا على البشره. هل في اي وشرب الميه طبعا مهم، هل في اي مشاكل اخرى حوالينا ممكن تاثر على البشره؟ ما هو طبعا حضرتك احنا عندنا مشكله طبعا في مصر اللي هي التلوث. ذرات التراب دي طبعا بتسد المسام بتاعت البشره، فعشان كده بننبه ان احنا لازم نغسل بشرتنا بانتظام
لان البشره وانس انها تسدد بذرات التراب الميكروسكوبيه ممكن يبتدي يظهر حب الشباب او الدمامل. فالناس تيجي تقول لك الله طب انا عندي حب الشباب المفروض مش انا مش كبرت على ان انا عديت سن المراهقه ان يجي لي حب شباب تاني. حب الشباب اللي يطلع ده بيطلع نتيجه لحاجتين، نتيجه لتغيرات بعض التغيرات الهرمونيه خاصه مثلا مع الدوره الشهريه او كده، او بيحدث نتيجه لانسداد المسام نتيجه للتلوث اللي موجود. هو فعلا نتيجه ان احنا ما بنغسلش وشنا. فعلا بنتظام. دكتور، هي بعد بعض السيدات يعني خاصه بعد سن الأربعين بيظهر لهم مره ثانيه حب الشباب، ده نتيجه للخبطه الهرمونات، نتيجه ان هي داخله على سن الياس. مش عايزين نسميه سن الياس. يعني في ناس بتسميه كده، لا هو سن مختلف، سن النضوج او سن وضع مختلف، تغيير فسيولوجي بيحدث ويمكن تلافي مشاكله واثاره الجانبيه زي ما اكيد طبعا زملائنا اساتذه النساء والتوليد حكوا لحضرتك عليها. انما الكلمه دي بتخلي ناس كتير قوي تخاف من كلمه الاربعه صفر وتقول ده انا داخل على الاربعينات يعني انا خلاص ماليش لازمه، طب انا حياتي انا جمالي راح. لا يعني كل سن له جماله خالص، بالعكس. يعني في ناس كتيره جدا ما بيبقاش باين عليهم سن الاربعين، ودي بتكون نعمه من عند ربنا. مش معنى سن الاربعين خلاص الواحد حياته توقفت. هو طبعا توقفت. الشيء يذكر فرصه ان حضرتك ذكرتي هذا، كان في دراسه اتعملت في انجلترا على مدى 20 سنه. انت عارفه الانجليز بالهم طويل في دراساتهم، فالدراسه كانت اخذوا مجموعه من البشر، مجموعتين، مجموعة من الرجال والسيدات سنهم يتراوح بين العشرين والأربعين ودرسوهم مدة 20 سنة. المجموعة بتنقسم، المجموعة الأولى اللي هي المجموعة التي الصحية اللي هي بتاكل أكل صحي اللي بتحافظ على وزنها اللي ما بتدخنش اللي بتلعب رياضة، والمجموعة الثانية اللي هي العكس تماما اللي هي بتشرب كحوليات وسجاير وعايشة حياة يعني غير صحية. بالظبط، غير صحية بالمرة. ورجعوا بعد كده بعد 20 سنة قارنوا المجموعتين، اكتشفوا زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي ان الناس اللي هي المجموعه الصحيه وجدوا ان شكلهم اصغر من سنهم ب10 سنين على الاقل، وجسمهم من ناحيه الوظائف الفسيولوجيه ومن ناحيه شكل العضلات ومن ناحيه الجسم اصغر من سنهم ب10 سنين على الاقل. الجزء الثاني جزء منهم كبير قوي توفاه الله سواء في حوادث او في امراض، والجزء الثاني شكله اكبر من سنه ب10 او 15 سنه على الاقل. اذا تعاملنا مع جسدنا ينوم بشكل شديد على زي ما الحديث الشريف على الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول من جار على شبابه جارت عليه شيخوخته. طب دايما الاجهزه يعني عالم الطب دايما الدكتور بيبقى فيه تقدم كتير واجهزه جديده بتطلع دايما باستمرار، وناس احيانا بيكون عندها اعتقاد ان الاجهزه دي لا ملهاش فايده، مجرد ان هي كلام ما بياخدوش منها اي نتائج. يا ريت حضرتك تكلمنا عن اهميه الاجهزه وفائدتها، وهل ليها فعلا دور في التخلص من مشاكل البشره؟ طبعا. يمكن في جهاز جديد ظهر اسمه الراديو فريكونسي. جهاز الراديو فريكونسي اللي هو بعض الناس بيسميه سرماج عشان يعني يغلوا ثمنه شويه. هي الاجهزه دي فعلا ثبت علميا هي ظهرت من 5 سنوات. ما كانتش الابحاث دايما الولايات المتحده الامريكيه لما بتنزل ابحاث بينزلوا في الجمعيه الامريكيه اللي انا بنتمي اليها، الجمعيه الامريكيه لجراحين التجميل، بينزلوش الابحاث بتاعتهم في المجله اللي هي اشهر مجله بتاعتهم الا بعد ظهور 5 سنوات من ظهور المنتج، يكونوا جربوا الجهاز وعرفوا تاثيره ايه. فكان فعلا لما كنا بنجيب الجهاز كنا بنستعمله على المرضى بتوعنا بنلاقي البشره بتاعتهم بتتحسن، الدوره الدمويه فيها بتتحسن، التجاعيد فيها بتقل، البشره بتتحسن بطريقه ملفته. بعد 5 سنوات بس ايه الافضل يا دكتور؟ يعني راديو فريكونسي ولا اللي هي الليزر؟ الليزر برضه. انا هنشرح ده يا فندم، يعني كويس ان حضرتك فتحتي الموضوع. فالراديو فريكونسي فعلا ثبت علميا انه بيزود نسبه الكولاجين، بناء الكولاجين في اي سن. ثبت علميا انه بيحسن الدوره الدمويه، وثبت علميا انه بيقلل التورمات. انت عارفه حضرتك الواحده لما بتصحى الصبح وتلاقي يبتدي وشها يبقى وارم، الجهاز ده مع تكرار الجلسات اللي هي بيبقى الكورس حوالي 10 جلسات بنلاقي ان الوش فعلا بيتحسن، البشره بتتحسن، والبني ادم بيحس ان التجاعيد مثلا اللي حوالين الفم حوالين الرقبه كل دول بيتحسنوا. ده مظبوط علميا، حتى لدرجه ان بنستعمل الجهاز في بعض الاحيان. يعني انواع يعني التجاعيد الرفيعه يا دكتور ولا حتى التجاعيد العميقه على المطلق اللي هي، ولكن كل شيء يعني حضرتك بصي لما تصلي الى تحسن 30 او 35 الى 40% بعد 10 جلسات كويس طبعا. ده حلو قوي، لان العمليه الجراحيه اللي احنا برضو بنعملها بتبقى 70 او 80% تحسن. وخلي بالك ان هذا لا يغني عن العمليات. يعني في ناس بتقول لك ايه؟ بتقول لك الجهاز لان ما عندهاش غير الجهاز، تقول لك الحق لان ما عندهاش غير الحق، يقول لك العمليات لانه ما يعرفش غير العمليات، او يقول لك الليزر. لكن كل ما كان
الاسلحه متوفره كلها والخبره متوفره لجراح التجميل المتمرس. يعني ما احبش ان احنا نقول ايه قصدي ده دكتور تجميل، يعني ايه دكتور تجميل؟ شهادته ايه؟ يعني قصد حضرتك يا دكتور ان هو لا ما نلجاش عندي للتدخل الجراحي، مجموعه من الاجهزه ومجموعه من الالات ومجموعه من الخبرات المتراكمه ومجموعه من المواد اللي بحقنها، اقرر الماده على حسب المريض. مش كل واحد يجي اقول له زي مثلا تدخل جراحي على طول، زي ما بيروح مثلا واحد بيتجلد يقول له ايه خد مقاس سته، هو ما فيش عندهم غير مقاس سته، فكل واحد يقول له هو مقاس سته وانت تبقى تقيفه. لا انا ما اقيفش التكنيك المريض على التكنيك، لا العكس، التكنيك على المريض بالظبط. المريض ده ما ينفعوش غير عمليه جراحيه. يعني واحده حضرتك سنها 60 سنه، الوش تدمر نتيجه للتدخين نتيجه لاشعه الشمس، هاجي امشي عليها الجهاز انا بهزر طبعا، بضيع وقت بستهلك منها فلوس وبضحك عليها، واخد بالك؟ ومن غشنا فليس طبعا منا. اكيد. فانا عشان انا ما عنديش غير الجهاز فبقول لها الجهاز هيفيدك، لا في حاجه اسمها عمليه شد وجه هي هتستفيد من هذه العمليه بالزبط. التجاعيد اللي وصلت فيها لمرحله irreversible او غير قابله للرجوع غير باستعمال عمليه جراحيه. لو انا بعرف اعمل العمليه الجراحيه وبعرف استعمل الجهاز هقول هعمل العمليه، لكن انا ما بعرفش اعمل غير حاجه غير في حياتي غير الجهاز، يبقى كل الناس هوجههم ناحيه الجهاز وبالتالي هيقل عدد المستفيدين منه وهيزيد عدد الناس اللي بيشتكوا منه وبالتالي نسيء لسمعتك. زي بالظبط المواد المالئه، كل واحد يجي يقول لك املى المكان، بص لا حاجه الناس جايين بخدود كده، الخدود دي مش موجوده في طبيعي، هي ما كانتش كده وهي صغيره، يعني انا لازم اشوف صورتها وهي صغيره كانت ايه عشان احاول، مش هنقول الزمان أقرب نرجع زمان أقرب. انما لازم نقرب الشكل نرجع شيء الى ما كان هو عليه ولكن ليس الى شخص مختلف تماما. يعني ما ينفعش السيده حضرتك وشها عمره ما كان فيها خدود اروح انا اعمل لها بونبونتين هنا، ده هيخلي شكلها مش طبيعي، أنا يعني هيبقى حاجه مش طبيعيه، لان في ناس فعلا دكتور تخدير. بتعمل بوتوكس او فيلرز في النهايه بتبقى النتيجه شكلها مش طبيعي بالظبط. ليه؟ لان دي ما كانش ينفعها اصلا فيلرز، دي ما ينفعهاش غير عمليه، واخد بال حضرتك؟ فاذا انا علشان ايديا مغلوله نظرا لانني لم اكتسب الخبره المناسبه لهذا الاجراء كل حاجه بوجهها ناحيه فيلر، احقن احقن احقن، مش غلط. زي ناس تيجي تقول لك نحقن بلازما في الوش، طب جبتوها منين يا جماعه؟ فين العلم؟ طب ازاي احنا يعني من خلال برنامجنا يا دكتور بنحاول نوعي المشاهدين، برضو المشاهد لازم يبقى عنده فكره ونوعا ما عشان ما لما يقعد مع الدكتور يبقى حتى يبقى مقتنع. لما الدكتور يعني سؤالي دكتور هو امتى يعني الحاله دي مناسبه ان هي تعمل فيلر، الحاله دي مناسبه ان هي تعمل بوتوكس حضرتك مثلاً؟ لما الواحد بيجي ينزل يشتري عربيه بيقعد يلف في السوق يشتري، يعني يلف على كل عربيات العالم او تلاجة او غساله، لما تيجي نتكلم على صحتنا نقول لحضرتك هنروح لفلان عشان شفناه مثلا بيقول كلمتين كويسين عجبنا، ما ينفعش. طب فلان ده لازم نعرف شهاداته ايه، تخصصه ايه، درس فين، ازاي انا بختار العربيه الالمانيه اللي مش عارف التوب وما اختارش العربيه الثانيه علشان سمعتها بس ولا عشان الناس اللي بنوا العربيه دي مشهود لهم بالكفاءه؟ نفس الحكايه، هذا الشخص اذا كان مشهود له بالكفاءه، اذا كان يتمتع بالسمعه الطيبه، اذا كان عنده خبرات وشهادات، مش على المطلق لازم يكون عنده شهادات وتخصصات وعضويه في جمعيات معترف بها، يكون له ابحاث منشوره، يكون له علم بيفيد بيه الناس والعلم ده اشتغل بيه. انما ما ينفعش حاجه اقول اصل هو جراح تجميل، اصل هو دكتور تجميل. الكلمه العامه دي طب اشمعنى انا لما باجي انقي بنقي ده؟ حتى حاجه في شاشه التلفزيون يقول لك اصل التلفزيون ده ماركته مش كويسه. طب اشمعنى الماركته مش كويسه وقدرت ان انت حاجه تعمل بحث سوقي وعرفت ان دي احسن ماركه؟ اشمعنى لما تيجي على صحتك تقول اصل الماده دي كويسه او الشخص ده كويس؟ لازم يعني نعرف بالظبط من يقدم الخدمه وهل اللي بيقدم الخدمه ده جدير بالثقه ام لا. وهل يا دكتور الفيلر او البوتوكس ممكن تؤدي لمضاعفات لو استخدمت بصوره خاطئه؟ طبعا. هي في مشكلتين، مشكله الفيلرز لازم يكون الماده اللي انا بحقنها موافق عليها بواسطه منظمه الغذاء والدواء الامريكيه ومكتوب عليها وبص عليها في الانترنت. اشمعنى؟ هل معنى عشان كده ان الامريكان كويسين او وحشين؟ لا، هم الامريكان ما بينزلوش حاجه عندهم في السوق قبل دراستها مده 5 سنوات، فاللي بتاخد الرخصه بتاعت الاف دي اي معناها ان هي بقى لها 5 سنين بتتجرب في انحاء اخرى من العالم لحد ما ثبت فعاليتها وثبت ان هي ما بتسببش اثار جانبيه. فاذا الماده المالئه اللي انا بستعملها في وجهي لازم تكون الماده دي انا متاكد تمام التاكد ان ما لهاش اثار جانبيه، انها مرخصه بواسطه منظمه الغذاء والدواء الامريكيه. وبعد كده احنا بنسمع في امريكا بعد كده ان هم بعد ما ينزلوا الدواء يرجعوا يقول لك ايه نسحبه. حضرتك اكيد سمعتي كده قريت في حالات مختلفه يعني كتير جدا بعد 5 سنوات وبعد ما نزلت واخدت الرخصه سحبوها. طب انا بقى اجرب في نفسي ماده مش واخده الرخصه دي اصلا؟ ده حرام.
في بعض للاسف الشديد ماده البوتولينيوم توكسين، احنا بنقول الاسم بتاعها التجاري على فكره بوتوكس ده، انما في مواد كتيره جدا بوتولينيوم توكسين ما هياش الماده الاصليه وما هياش واخده الاف دي اي، فبالتالي لما بيجي الدكتور بيحقنها ممكن يحصل منها اثار جانبيه تبقى ازيد، بيبقى النتيجه بتاعتها مش متوقعه، الشغل بتاعها مش الشغل اللي هو اللي انا عايزه، لان الجرعه بتاعتها مش مظبوطه بالظبط المظبوط. يبقى اذا اختيار الطبيب هو اللي هيخليني اختار اطمن انه يكون هيختار الماده اللي هي اللي هي فعلا غاليه، او هو كل المواد يعني اصل المواد الثانيه اللي هي المزوره اللي موجوده في السوق هامش الربح فيها بيبقى عالي جدا. وبعدين لما بيحصل اثر جانبي يقول لك ما انا حقنك الماده الفلانيه، فاحنا لازم نبقى عارفين ان الماده اصليه، العلبه مفتوحه قدامنا، الشركه مكتوبه، بخش على النت بقول له الماده دي، يعني كتير قوي ناس بيجي يقول لي اصل انا اخذت الماده اخذت فيلر، ماركته ايه حضرتك؟ قال لي ما اعرفش الماده اللي انت حقنتها. لازم عندنا إيه؟ وعي، يبقى وعي ان ايه الماده، نوعيه الماده اللي احنا بنستخدمها، وعن كل حاجه موجوده على الانترنت دلوقتي، بص على الماده دي كمان. خش عليها حضرتك على النت قول له حاجه هتحقن لي ايه؟ قول له اكس. طب ماشي بعد اذنك يا فندم، اكس دي اف دي اي ابروفد. طب نبص على الاكس دي في التليفون بتاعنا دلوقتي كبسه زر هنقدر نعرف ان اكس ده موجود ليه سايت على النت، موافق عليه ولا مش موافق عليه، فعلا ماده كويسه ولا ماده وحشه، مش خاصه اي حاجه. طبعا حابه برضو افكر مشاهدينا لو ليكم اي استفسارات او تساؤلات ممكن تتواصلوا معانا من اي تليفون محمول على 1480 او من اي تليفون ارضي على 0900 9380. بالنسبه للفيلر والبوتوكس يا دكتور، ايه هي الاماكن اللي في الوش اللي بنستخدم فيها البوتوكس والاماكن اللي بنستخدم فيها الفيلرز؟ البوتوكس حاجة اي حاجه فوق المنطقه دي، يعني منطقه الجبهه اللي هي العضلات الوجه التعبيريه اللي هي الممثلين المشهورين بيستعملوها، يعني مثلا واحد زي جاك نيكلسون بيمثل بالحته دي بيكسب الاوسكار بالمنطقه دي، فده لو حط بوتوكس طبعا اي هيخسر فلوسه هيخسر راس ماله. فهي التجاعيد الموجوده في منطقه الوجه دي مهم جدا ان احنا نظبطها بالبوتوكس، لان هي بيبقى في شلل مؤقت في العضله في المنطقه دي. كل ما ننزل تحت كل ما تاثير البوتوكس يبقى اقل، ويبقى في مكان او استعمال الفيلرز. الفيلرز لازم بتملى منطقه، الفيلر دي عباره عن اي ماده مصنعه من حاجه اسمها حمض الهيلورونيك. حمض الهيلورونيك ده اللي هو الحمض المشابه لما هو موجود في حوالين المفاصل، يعني المفصل بيبقى فيه سائل، السائل ده مكون من ماده حمض الهيلورونيك. فهذا السائل المخلق زمان كان بيحقنه كولاجين، والكولاجين ده كان بيطلع من الغنم وكان بيبقى فيه منه حساسيه شديده جدا، فبطل الكولاجين ده من اوائل التسعينات لان اثاره الجانبيه كانت خطيره جدا. ابتدوا يستعملوا الهيلورونيك اسيد من اواخر التسعينات اوائل الالفينات، وفعلا ابتدت بعض المواد منها تمر في الاختبارات وتاخد اللايسنس بتاعت الاف دي اي، وبالتالي قدرنا احنا نستعمله باثار جانبيه محدوده جدا. والميزه في الماده بتاعت الهيلورونيك اسيد ان في ماده بتذيبها، يعني انا مثلا سي ان انا حقنت في ماده في نفس الابره بتبقى الاثنين لا انا بحقن الماده والمريض قال لي انا مش مبسوط انت حقنت لي كتير، ففي ماده ثانيه حقنه بتذيب هذه الماده ويتخلص منها تماما. يتخلص منها تماما بس يبقى خسر فلوسه. طبعا. فعشان كده احنا بنقول كل ما كان الطبيب متمرس كل ما يكون عارف المنطقه اللي هيحقنها فين بالظبط، لكن ما فيش داعي للانزعاج ان الماده دي مش عارف اخرجها يبقى انا هقعد بيها ست اشهر متضايق، لان العلاج ده علاج وقتي سواء البوتوكس او الفيلر بيبقى ست شهور. ست شهور بس في ناس ممكن بتقعد بيها اكتر من كده. الشركه بتكتب 9 اشهر بس انا ما بحبش اقول كده، انا اقول ان هي 6 شهور ويبقى المريض عارف ان هي بتبقى منطقه. بتدي نتائج جميله جدا في الخطين دول. بتدي نتائج جميله جدا في الشفاه بالنسبه للسيدات لانها بتحدد الشفه. وبعدين في ناس بتتخض تقول لي الله طب انا هعمل شفتي زي الممثله المشهوره انجلينا جولي. لا انجلينا جولي عشان تعمل الشفه بتاعتها دي حقنا لها 3 4 حقن مش حقنا حقنه واحده. فالحقنه الواحده بتدي اظهار لجمال الشفه وليس في نوع من انواع التكلف او التصنع. او انها هتبقى زياده عن اللزوم. بالظبط زياده عن اللزوم حاجه، كلما شيء زاد الشيء عن حده كلما انقلب الى ضده بيبقى شيء مش طبيعي. بنشوف حضرتك يعني بعض الفنانات بتوعنا او فنانات عموما بص لها حاجه ابتدت تجي لنا بونبونتين هنا. انت حضرتك وانت صغيره ما الافلام بتاعتك موجوده ما كانش عندك البونبونتين دول ظهروا امتى؟ فطبعا شكل صناعي ومتصنع بيدي غير محبب وفي نفس الوقت طبعًا. بيضيع تعبيرات الوجه. فتلاقي الممثله او الفنانه مش قادره تستعمل وجهها في ابراز مشاعرها وتوصيل الفن بتاعها العالي طبعًا. للناس. حضرتك قلت بالنسبه للفيلرز في ماده اللي هي الهايلورونيك اسيد. اي بالظبط. دي بتبقى بنشوفها احيانا دلوقتي في بعض المستحضرات او الكريمات، هل بيبقى ليها نفس النتيجه؟ لا طبعا. خلي بالك من حاجه،
كان في مره استاذنا الكبير الاستاذ الدكتور عبد الرحيم عبد الله، وكان رئيس اقسام الجلديه عندنا وراجل عظيم، كان دايما بيقول لي الكريمات اللي موجوده في السوق دي كريمات شيلف ايتم. يعني ايه شيلف ايتم؟ يعني حاجه تخش السوق الحره او تخش الصيدليه تتباع من غير روشته. فهذا الكريم المواد المؤثره اللي فيه اقل كثيرا جدا من الادويه اللي بتتصرف بروشته، فبالتالي حضرتك هو ليه حاطط فيها كميه قليله حتى لا يؤاخذ؟ لو حط منها كميه كبيره ممكن المريض لو حطها بطريقه غلط يحتص منها اثار جانبيه زي منطقه تتحرق او تبوظ او الكلام ده كله. فعشان كده الماده المؤثره في الكريمات اقل كثيرا جدا من الماده المؤثره في الكريمات الطبيه او المراهم الطبيه. فبالتالي حضرتك انت جيبي كريمات زي ما انت عايزه، خدي كلمه الهيرونيك اسيد عليها زي ما انت عايزه، هتحسن بس على فترات اطول كثيرا جدا من الفيلرز اللي بتحقن بواسطه الطبيب المتمرس. انا بس كنت عايز ارجع يا دكتور لنقطه الراديو فريكوانسي والليزر. ايه الفرق بينهم؟ يعني هل ممكن نستخدم في نفس الوقت الاثنين مع بعض فبالتالي ده بنعالج اسرع؟ او هو الليزر يعني إيه؟ ما فيش كلمه في مجال الطب اسيء استعمالها زي كلمه ليزر. هي كلمه شيك قوي اصلا، وبعدين هي ستاندز لابريفيكيشن لبعض الحروف اللي هو لايت ابريفيكيشن باي ستيميوليتد ايميشن اوف راديشن. اوف راديشن يعني حاجه كلمه مضخمه قوي كده وعنوان طويل يجذب الانظار، والليزر الابيض والليزر الاخضر والليزر الازرق والليزر اللي كنا بنستعمله في الثوره والكلام ده كله. كل ده انواع كثيره جدا من الليزر ليها استعمالات محدده، ليها قدرات محدوده. لا يجب علينا ان احنا نصرف في استعمالها ونرجع لنفس النقطه، ان انا عشان عندي جهاز ليزر فعايز اسوقه فاقول لحضرتك انا عندي احسن ليزر في العالم. عندي احسن ليزر في العالم، لكن احسن ليزر في نزع الشعر، انما مش احسن ليزر في كذا او مش احسن ليزر كذا. في ليزر معمول مخصوص عشان يشيل اثار الوشم، في ليزر مخصوص عشان يشيل البقعه السمراء، في ليزر مخصوص عشان يشيل البقعه الدمويه. لكل بس الحاجات دي بتروح بتختفي تماما يا دكتور؟ حاجه بتختفي تماما يا فندم، بتحسن منها بالظبط. اذا لما اجي اقول ان انا هعمل ليزر واحسن الشكل واستعمل الليزر في كل حاجه، لا. ده الليزر له استعمالاته المحدوده ونتائجه اللي ممكن ما تبقاش مضمونه لو اسيء استعماله، لان لو استعملت الليزر عشان افتح نقطه او اعمل صنفره للوش والمريض ده خرج في الشمس الحارقه بتاعتنا هيبتدي يبقع ويسمر ويبقى النتيجه كلها خاطئه وشكل مش مرضي خالص. بعض الناس يا دكتور بتشتكي من الهالات السوداء. ودي بتبقى اسبابها كتيره جدا، يا ريت حضرتك تقول لنا ايه هي الهالات السوداء واسبابها ايه؟ يمكن اكتر حاجه في الهالات السوداء اللي هي الاجهاد والارهاق، لان في ساعه بيولوجيه في الجسم. احنا ساعات كتير قوي بنسهر قدام النت، بنسهر قدام التلفزيون ونصحى متاخر الساعه 11 12. حقيقه انا مخي ابتدى يصحى الساعه 6 الصبح، لكن جسدي لسه نايم، فيبتدي الاقي نفسي ان انا ابتدي اطلع الادرينالين وابتدى النوم بتاعي يبقى نوم قلق مش نوم كويس، وابتدى يبقى عندي اجهاد والارهاق. والاجهاد والارهاق ده بيتمثل بالذات عند الجفون. ليه؟ عشان الجفون دي هي مرآه البشره، لان الجلد فيها رقيق جدا. ربنا سبحانه وتعالى ادانا جلد في منطقه الجفون بيدي حمايه طبيعيه للعين، ده هو ده الحارس اللي حوالين العين، فهو ده اللي بيبقى اكثر حساسيه. فبالتالي لما انا بتعرض لاشعه الشمس او لو بتعرض للارهاق او الاجهاد يبتدي او ادخن يبتدي يحصل تورمات في المنطقه دي. وعلاجه هو الكريمات التفتيح مع كريمات الشمس، وكريم التفتيح ده لازم يستعمل على مدى طويل، مش استعمله اسبوع واقول ما عملش تاثير، لا، شهور عقبال ما اللون الاسمر ده يتحسن. في اسباب اخرى يا دكتور غير الاجهاد؟ يعني في اسباب عضويه ممكن تسبب الهالات السوداء؟ طبعا في اسباب عضويه اللي هي بتبقى يعني كتير قوي لما احنا بنيجي نفحص المريض في الكشف، يعني من دكاتره امراض البطنه لما بيجي يكشف بيهمه جدا انه يكشف على الجلد بتاع الجفن وبتاع البشره، يشوف لون بياض العين، يشوف الاجهاد شكله ايه، بينم عن اثار جانبيه زي مثلا اللي عنده ازمه مستمره او مدخن شره، يبتدي الجفون يبتدي يحصل فيها البيجمنتيشن اللي هو التصبغ، ويبتدي يظهر فيها التورم. كل ده نتيجه للامراض اللي تكون موجوده كامنه داخل البشره. بشكرك لوجودك معانا يا دكتور وشرفتنا. شرف يا فندم، ربنا يخليك. مشاهدينا اتمنى تكون الفقره استفدتوا منها. استنونا، فقراتنا لسه ما خلصتش، لكن بعد الفاصل خليكم معانا.